حصل؟ انت هنا ليه؟ هم اللي جايبينك ولا انت جايب نفسك؟ انت هتعملي لي فيها سين وجيم؟ مش كفايه سياده المقدم اللي عامل لي فيها جيمس بوند؟ اه والله قتلت المسدس عامل فيه جيمس بوند وهو عامل نفسه ذكي هو لا بيفهم حاجه على قده. خليكي حلوه امال. ايه؟ في ايه؟ في كل خير. انت هتعمل ايه؟ عامل اللي نفسي ونفسك نعمله من زمان. احنا فين؟ احنا في امن حته في البلد، نحن في امن الدوله. لو كان عندي عربيه كنا رحنا المطار. لو جيت عندنا البيت وضحتك هتبقى بدلاجل. لو جيت عندكم البيت امك هتبقى قاعده زي قرد قطع. خلاص بقى يا حسن كفايه. دي فرصه مش هتتعوض. حسن كفايه حتى يدخل. ايه ده بقى؟ هي دي اللي انتوا جايبينها عشان تستدرجوا في الكلام؟ اما هي بتستدرج اهي. وقفوا التسجيل وبلاش كلام فارغ يا فندم. ما هو ممكن يتكلم بعد اللي بيحصل ده. اللي بعد كده لا يمكن يبقى كلام. وقفوا التسجيل ولا انتوا عايزين تتفرجوا؟ حاضر حاضر يا على اللي حرق المصنع يا حسن. الله هايل. نروح احنا بقى؟ لا انت هتأنسنا شويه. هي الأنسة ممكن تروح. عندك اقوال تانية يا فرج؟ لا يا فندم. طيب امضي على اقوالك لو سمحت. نشكركم سيداتي انساتي سادتي وننتهي بغلق التحقيق في قضيه حريق المصنع. هو التلفزيون بيصور؟ اي استجواب عندنا بيتم بالصوت والصوره علشان ما حدش يخرج يقول ان انا اتعذبت او اعترفت تحت الاكراه. طب ما هو ممكن المتهم يخش اي اوضه ياخد الطريحه المظبوط يخرج يعمل مكياج ويقف قدام الكاميرا عامل كده. في بعد كده نيابه يا حسن ولا انت فاكر الحكايه جهجهون؟ نيابه. حرقت المصنع ليه كفرة؟ ده في ناس كتير بتاكل عيش من وراه. احنا قلنا كل حاجة في التحقيق. يعني اعترفته نصيب بقى. انت اسمك ايه؟
فرج ابو زيد. مين؟ فرج ابو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني ابو خطوه. شربيني مين؟ ابو خطوه. الاثنين دول اعترفوا بحرق المصنع. ايوه. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور هو هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاثنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. دول انت يا واد هو اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفيه ورشوان هرب على اسكندريه. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. اسامي الاثنين التانيين ايه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقه انا كسرت اسالهم اصلي في الحلم. اوصافهم ايه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمه. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع تاني مرة. يبقى سلم لي على كل الاخوة اللي عندكم وحياتك، ها؟ وسلم لي على سيادة اللواء كتير، مع السلامة. ألف حمد لله بالسلامة أبو علي. إيه الأخبار؟ أخبار زي الزفت على دماغك. كله من تحت راسك. ليه ليه كفل الشر؟ القهوة بتاعتك ما بقتش أمانة يا معلم. إيه؟ كل كلمة بتتقال جوه القهوة بتوصل لهم، حتى كركرة الجوزة والبواري. القهوة بتاعتك مترشقة ميكروفونات. ميكروفونات؟ أيوه ميكروفونات، ميكروفونات سرية كمان. خبر أشوح، ده على كده بقى أسرارنا كلها بره ومفضوحين. ميكروفونات؟ ميكروفونات سرية. يلا أخويا هو يلا يلا شطبني. يلا حبيبي شطبني. يلا تشطيب، هات مربى. هيكون عمل ايه؟ هيكون عمل ايه؟ ما طول عمره خايب وانت خير منه. بدل ما يقعد معاك في المحل هنا، يروح يلخبط مع الحكومه بره. انت مالك انت يا حشري؟ هو انت حاشر نفسك بكل حاجه؟ والله انت راجل فاشل يا اخي. انت راجل غبي. انا غبي؟ والله انت ظهور يا اخي. ده انت راسخ. الله الله الله. بالليل 10:30 بالظبط. ابيض. ايه يا فندم؟ زي الفل. لسه حسن بهلول شايل سيادتك؟ اتكل على الله واروح انا. مع السلامه انت حسن. انا عايزك تشوف لي واحد من المشايخ علشان استشيره في حكايه الحلم ده. خلاص اخذ امرك. وعايزك تراقب حسن بهلول بنفسك. اعتبر المهم